حول من هذا الكتاب. مشكله في الكتاب اسبوزيتو انه كل اليونتس في معظم اليونتس في امبيريال يونتس. مش متريك او اس اي. فاحيانا بدنا نضطر نحول. خلينا نشوف التحويل. مثلا هون عندي احد البريشر يونتس اللي مستعمله شائعه اللي هي بي اس اي اللي هي باوندز بير سكوير انش. ولما بنقول باوندز بنتذكر في عندي اليونت التحويل اللي هي 1 باوند 1 pound mass يساوي 0.4536 كيلوغرامز. بعدين عندي اذا كان 1 pound مرات بنستعمل 1 pound force وبنرمز لها بالرمز pound F وهاي بنرمز لها بالرمز pound M. فاللي شائع اكثر هي 1 pound force. وال 1 pound force هي وزن او الفورس اللي تيجي من وزن مقدار 1 pound mass تحت تأثير الجاذبية. واضح؟ زي ما بقول أنا هذا 1 كيلوغرام فورس. إحنا بنستعمل عادة في الإس آي سيستم شو بنستعمل الفورس؟ نيوتنز. ما بنستعمل pound force. بس هون أنت هذا لما نقول pressure per square inch لازم تكون حتى تكون وحدة pressure إيش لازم تكون الباوندز هون؟ فورس ولا ماس؟ فورس. لازم يكون فورس على area. فإذا هاي كأني عمالي بقول إنها pounds force per square inch. فإذا بدي أحول 1 unit of PSI لما بنقول 1 PSI هي 1 pound force لكل inch square inch. مضبوط؟ inch minus 2. حتى هذه أحولها ل 1 بدنا نيجي نقول بدنا نيجي نضربها في unity bracket. واليونيتي براكت الباوند اول شيء كماس 1 باوند بتساوي 0.4536 كيلوغرامز. فانا هون ضربت في شيء اسمه يونيتي براكت. ايش اليونيتي براكت؟ خليني ابعد هاي هون ال L حتى تبين انها L B 1 باوند. هذا عباره عن واحد بس عشان اغير النسبه ضربت في واحد. مش الباوند بيساوي 454 جرام. فهذا اسمه يونيتي براكت. بس هذا بيسمح لي اني اشطب الجزء هذا مع الجزء هذا. بس كمان بدي احول الكيلوغرام الواحد كيلوغرام. ايش الفورس اللي على واحد كيلوغرام؟ 9.81 نيوتنز. اذا بدك تسميها هاي كيلوغرام فورس يعني. وبعدين بدي اتخلص من الانش. الانش شو بيساوي؟ 25.4 مليمتر. يعني عندي 1 انش بيساوي 25.4 مليمتر. اذا قسمتها على 1000 شو بتعطيني؟ متر. من هون انا عندي انش سكوير بس وين موجوده؟ تحت. فبدي احط هون 1 انش وهي بدي اربعها. وهون بدي احط عشان الانش تشطب مع الانش تربيع راح يكون عندي هون 0.0254 مليمتر. اوكي ماشي؟ أنا هون كل اللي عم بضرب في واحد، ضربت في واحد تربيع، ضربت هون في واحد وضربت هون في واحد. فالمفروض يطلع معي الآن 1 PSI بتساوي، راح أشطب هلا هاد مع هاد، راح أشطب هاد مع هاد، راح أشطب الإنش تربيع مع الإنش تربيع من هون، بس انتبهوا طبعاً إنها هاي تربيع. فراح تصير الجواب، إيش اليونتس أول شيء تبعت الجواب راح تكون؟ نيوتنز بير سكوير متر اللي هي باسكال. وبعدين عندي الوحدات اللي هون راح اضرب هذا الرقم في هذا الرقم على هذا الرقم تربيع. مضبوط؟ فهذا الرقم بيطلع معنا 6879. اوكي هذا التحويل. راح تشوفوا البي اس اي بتكرر كثير.